وخلال اتصال هاتفي في تغطية خاصة بمناسبة زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، أكد سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على أساس متين قوامه التوافق في الرؤى وتطابق الأهداف الاستراتيجية إزاء القضايا المصيرية المشتركة في إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي والجهود المشتركة في إرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. العربي لمس ان التنسيق دائما على مستوى عالي مبني على التفاهم وعلى الاحترام وعلى التنسيق الذي دائما ياتي على من خلال حرص القيادتين الكريمتين على العمل على الحرص على دعم العمل العربي المشترك الدفاع عن القضايا العربيه والتنسيق الذي يؤمن للعمل العربي المشترك ان يكون فعلا يعني جهودهم تصب في مصلحه الدول العربيه والقضاء والدفاع عنها، خاصه كما تعلم بان المنطقة تمر بمنعطفات صعبة، لذلك نرى دائما العلاقات البحرينية على كافة المستويات حتى على المستوى الوزاري أو على المستوى حتى الشعبي دائما علاقات مبنية على التفاهم والود والاحترام والثقة، فهذه طبعا كله يؤكد أن القيادتين الحاكمين حرصت وبنت هذه العلاقة بشكل كبير أدت إلى هذه النتائج ولا هذا التنسيق ولا هذا الود. فعلا العلاقات البحرينية المصرية هي نموذج يحتذى به، العلاقات لا تسوبها اي توتر او اي خلاف، الحمد لله دائما علاقات مبنيه على التفاهم وعلى ان يكون في هناك تنسيق فعلا يعني مهم، وتنسيق يؤدي الى نتائج ايجابيه في دعم العمل العربي المشترك، نتائج ايجابيه في الاجتماعات وحتى على مستوى التنسيق الاقتصادي، الاجتماعي، الرياضي، كل المستويات امانه فعلا العلاقات البحرينيه المصري علاقات قوية وممتدة إن شاء الله وستستمر مستقبلا وتحقيق المزيد من التنسيق الذي يصب في مصلحة البلدين والأمة العربية.